وترفع الراية استعدادا للانطلاق. مشاهدينا ضيوفنا الأعزاء، فتحت البوابات على بركة الله لتندفع الجياد والأفراس المنتجة سعوديا للجياد التي لم تربح عمر 4 إلى 5 سنوات على مسافة 2400 متر، والمتنافسة على درع شركة المراعي، وقيمة الجائزة 70,000 ريال. تسعى لتسجيل الانتصار الأول في سجلها السباقي. يبدأ أحرز الآن إلى المركز الأول بمطاردة من أبو شيمة في المرتبة الثانية، وشقرة العز في المرتبة الثالثة، مع أيضا رامسة تأتي في المرتبة الرابعة، وهويدية تنطلق من المرتبة السادسة. إذا يتزعم الطليعة أحرز على صهوته مقرن نضبيب، يسرع مجريات هذا الشوط بعيدا قدما إلى الصدارة، يطير بها أولا الأهم، المحافظة على هذه الصدارة الجميلة إلى خط النهاية، مع أيضا أشاهد في المرتبة الثانية القدوم من قبل أبو شيمة يأتي في المرتبة الثانية، وفي كالأمل مع أيضا هويدية تأتي في المرتبة الخامسة. مشاهدينا ضيوفنا الأعزاء، هنا مسار السباق من أمام المنصة الرئيسية في الجهة المقابلة، هل يواصل أحرز الصدارة إلى المركز الأول؟ مع أيضا نشاهد القدوم من قبل البقية، لا زالوا في حالة انتظار، ولا يزال الخيال بالمحافظة على خطوات جيادهم للانطلاق بها إلى اللحظات المهمة. أحرز إلى المركز الأول مع أيضا هويدية وشد انتباهي، وأبو شيمة في المرتبة الثالثة والرابعة، وعناية المهيمن مع أيضا شداق في المرتبة السادسة. التقدم شيئا فشيئا، أحرز لا يزال متمسكا بالصدارة إلى المرتبة الأولى مع شد انتباهي، ودغنس في المرتبة الرابعة، وأيضا نشاهد رامسة تأتي لخطف صدارة تحرز الآن في المرتبة الأولى. رامسة مع أيضا المهلل يأتي في المرتبة الثالثة بقدومه باللحظات المهمة، اللحظات الحاسمة، اللحظات الرائعة. رامسة تمشي في المركز الأول، هل تواصل الصدارة؟ رقم 7 مع رقم 17 المهلل قدما إلى الصدارة في المركز الأول، يدفعه جوبرتو راموس ما شاء الله تبارك الله في ظهوره الأول. المهلل في المركز الأول، وكذلك الدخول من شيرفان من الخارج. شيرفان هو السلطان على هذا الشوط بقوة. الجواد الاحتياطي كاميليوس بينا من الخارج بعيدا إلى خط النهاية. شيرفان مع أيضا